احنا النهارده نازلين بنوجه رساله للعالم كله في يوم البيئه العالمي ان مصر بتحاول ان هي تغير فعلا، وان في اجراءات كتيره جدا عاملاها وزاره البيئه والاداره المركزيه للسياحه والمصايف. احنا بنحاول النهارده نوجه رساله لكل المصيفين اللي جايين، يا جماعه ما ترموش مخلفات على الشواطئ، يا جماعه المواد البلاستيكيه خطر على البيئه لأنها صعبة التحلل، لأنها بتأثر على الكائنات البحرية اللي بتأثر في الآخر على الكائنات الحية كلها، لأن احنا في الآخر لا نملك إلا أرضا واحدة زي ما بتقول منظمة البيئة العالمية. جيت النهاردة في شاطئ السرايا العام أقول للمواطن النهاردة اتفرج وشوف أنت عامل إيه في البيتش، اللي هي الشواطئ بالنسبة للإزاز، بلاستيك، الأخشاب، كل الماتيريال الموجودة اللي احنا بنطلعها احنا بنحمي البيئة البحرية من حاجات كتيرة جدا. أنا عندي النهاردة مهدد بعض الكائنات البحرية من الانقراض نتيجة ابتلاعها للأكياس البلاستيكية زي الترسه، بتشوف الكيس على انه الجيلي فيش اللي هو القنديل فبتلتهم.